اهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد، وطبعا لسه مكملين مع حضراتكم كلامنا على يعني الزراعه النظيفه بشكل عام، واللي بنتمنى طبعا ان الزراعه طبعا من اهم الحاجات اللي بتخلي الواحد امن ومستقر على الطعام بتاعه وطريقه مكافحه الافات، وقد ايه ان المكافحه الحيويه مهمه والمكافحه الكيماويه، واتكلمنا في الفقره اللي فاتت. طيب احنا بنتكلم كمان على الزراعات النظيفة، وكمان بنتكلم تحديدا على مستقبل بدائل اخرى. يعني مثلا احنا كنا بنتكلم على الاستيفيا، بقالنا مرارا وتكرارا ومرات كتير قوي بنتكلم على نبات الاستيفيا وقد ايه ان هو ممكن يكون بديل حلو قوي 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 للسكر. طيب اللي اول مرة يعرف تفاصيل عن الاستيفيا يركز معانا، واللي عارف تفاصيل عن الاستيفيا هقول لك تفاصيل جديده جدا، لان انا معايا هامه وقامه في مجاله، فاكيد هنستفيد من خبرته في هذا المجال. اسمحوا لي ارحب بضيفي دكتور احمد عطيه، رئيس قسم التربيه والوراثه بمعهد بحوث المحاصيل السكريه بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نورتني. طبعا احنا بنتكلم على الاستيفيا، عشان اللي اول مره يسمع عن الاستيفيا ادينا تعريف كده يا دكتور، ايه ما هو نبات الاستيفيا؟ نبات الاستيفيا ده نبات منشأه امريكا الجنوبيه على الجبال الموجوده ما بين البرازيل وباراغواي. هو نبات الجزء الاقتصادي منه هو الورقه. الورقه بتحتوي على مجموعه من المواد المحليه التي لا تحتوي على سعرات حراريه، وبالتالي انا اقدر عن طريق الاستيفيا اني استغنى عن المحليات الصناعيه اللي موجوده في السوق. طيب طبعا هو نبات معمر بيقعد في الارض 4 لـ5 سنوات، بناخد في السنه الواحده 4 حشات، 3 حشات ورق والحشه الاخيره تبقى بذره. النبات ناجح جدا تحت الظروف المصريه. حاليا مزروع من اول اسكندريه لحد الوادي الجديد في الفرافره. النبات واعد جدا. بس هو يعني في الاول بس نوضح نقطه، اما بنقول بديل للسكر، بديل للسكر في ظروف معينه، يعني مش في كل الاحوال بيبقى بديل للسكر، لان السكر وسكر المائده ده ارخص مصدر للطاقه في العالم، وبالتالي يعني مش بنقول ان احنا هنبطل نزرع البنجر والقصب طبعا ونزرع استيفيا، لا. الاستيفيا بتستخدم في حالات معينه، ان انا بستهلك كميه سكر اكتر من اللي انا محتاجها، وبالتالي الاستيفيا بتديني الطعم الحلو من غير ما اخد السعرات الحراريه الضاره اللي الجسم هيخزنها. وبالتالي اما ان انا بستغنى جزئيا عن السكر، او في بعض الحالات المرضيه ممكن استغنى بقى كليا عن السكر زي مريض السكر او الناس اللي عامله الدايت، وده بيبقى تحت اشراف الطبيب. النبات عندنا في مصر الحقيقه في الاراضي الطينيه بيديني حوالي 2 طن ورق في السنه في الاراضي الجديده، ودي اغلب الزراعات موجوده حاليا في الاراضي الجديده. باخد منه حوالي طن ورق لطن ونص في السنه. احنا لسه ما عندناش مصنع لاستخلاص الماده المحليه من الاستيفيا، وان كان المنتج موجود في السوق بس مستورد، يعني مش مصري، او بيتم استيراده وتعبئته هنا في مصر. الموضوع في الحته دي مكلف، يعني لسه ما عندناش مصنع، هل بيبقى لا عشان المساحه، عشان المساحه بس؟ ايه المساحه؟ يعني ممكن المساحه المنزرعه قصد حضرتك، فلاهي ما تكفيش ان احنا نقيم مصنع، علشان اعمل مصنع متوسط فبيشتغل على 200 فدان. ال 200 فدان موجودين بس متفرقين، لكن دلوقتي في اكتر من شركه شغالين في الاكسارات بحيث ان هو يوصلوا للمساحه بتاعت 200 فدان، وفي مصانع صغيره ممكن تشتغل على 50 فدان. بس عشان نقول يعني عشان يغطي استثماراته فبنتكلم في ال 200 فدان يكون افضل. والشركات اللي بتصنع المصانع معروفه وموجوده. والنباتات عندنا يعني الحقيقه مديه انتاجيه كويسه قوي. وفي حتى طلبات تصدير للورق، وان كنت انا مش مع تصدير الماده الخام يعني، لكن حاليا الورق بيتم تصديره اللي بيتم زراعته في مصر. مش مع تصدير الماده الخام عشان يكون عندنا فعلا الكميه اللي تخلينا نقيم بالظبط، يبقى عندي ادد فاليو قيمه مضافه بالظبط.
يعني المنتج اللي بيتم تصنيعه ربحيته 4 أضعاف المنتج اللي بيتم تصديره كمادة خام. صحيح. احنا عايزين نشجع برضو يا دكتور على زراعة الاستيفيا ونتكلم على مدى الأهمية الاقتصادية، وانا برضو بشكر حضرتك على مدى صراحتك انه فعلا الاستيفيا مش هتخلينا نستغنى ابدا عن سكر المائدة، وده مش هيحصل، لكن احنا ليه دلوقتي ممكن نقول للمزارع ونشجعه لا توسع لا ازرع استيفيا؟ هنا نتكلم بقى من ناحية الاقتصادية. هو اولا يعني لما نيجي نتكلم على الاستيفيا، الاستيفيا ما تأثرش على المساحات المزارعة من اي محصول اخر، لان درجة تحلية الاستيفيا بعد تصنيعها يعني 300 ضعف تحلية السكر. وبالتالي لو انا عندي مثلا 1000 او 2000 فدان استيفيا اقدر اعمل عليهم كذا مصنع ويغطوا الاحتياج في مصر واقدر اصدر كمان. احنا في مصر بنستورد اغلب المحليات الصناعيه اللي موجوده في السوق. وبالتالي انا من ناحيه هوفر عمله صعبه وهصدر وادخل عمله صعبه. الاستيفيا السنه دي طن الورق ثمنه 75000 جنيه وبيديني 3 كيلو بذره ثمنهم 36000 جنيه. حلو. اعتقد يعني يمكن ما فيش حتى بالنسبه للنباتات الطبيعيه والعطريه ما فيش حاجه بتجيب المبلغ ده دلوقتي يعني. الى جانب ان زي ما قلت النبات قاعد 4 لـ5 سنين في الارض، احتياجاته السماديه مش عاليه، احتياجات الري برضو مش عاليه، لا يصاب بالافات الحشريه لان هو بيعتبر ماده طارده للحشرات، يعني الحشرات ما بتحبش النبات. ده برضو بيوفر في تكاليف الزراعه. استخداماته الاخرى، حضرتك اتكلمتنا عن النبات والبذره والماده الخام نفسها، استخدامات بقى نبات الاستيفيا في كل اجزائه. طيب لا، هو الجزء المستخدم الورق. الورق بس؟ الورق بس. بيستخدم في ايه؟ الورق دلوقتي هو الورق في جواه الماده المحليه. تمام. الورقه زي ما هي تحليتها، وهي ورقه زي ما هي 30 ل 40 ضعف تحليه السكر. يعني ممكن يتطحن ويتاخد منه كميه صغيره خالص على طرف المعلقه كده. يعني حتى في ناس يقول لك ده بيديني مراره، اقول له انت حاطط كتير، ده مش سكر، تحط شويه صغيرين خالص على طرف المعلقه. بس في الحاله دي طبعا بيبقى في عيوب طبعا، لان لونه اخضر فهياثر على لون الحاجه اللي انا بحلي بيها، بيعوم على الوش زي النعناع بتاع، فهو الاستخلاص افضل كتير والطعم بيبقى افضل كمان بعد الاستخلاص. لأن يعني زي ما حتى لو قلبناه وصفيناه وسبناه شويه الماده السكريه اللي فيه مش بعد ما نصفيه مش بتفضل موجوده في المشروب؟ لا موجوده موجوده، مفيش مشكله. تمام. انا بتكلم على الاستخدام مباشره يعني بالمعلقه يعني. بس الطعم ما بيبقاش كويس زي الطعم بتاع الماده المستخلصه، لان زي ما قلت ان النبات جواه 7 مواد محليه، منهم ماده واحده هي اللي طعمها قريب من السكر. تمام. فالمصنع بيستخلص لي الماده دي لوحدها. بس كسعرات كمان يعني كسعرات مقارنة بالسكر؟ لا هو في سعرات خالص. لا لا خالص. بالظبط، لان حضرتك قلت برضو، انا بسأل حضرتك السؤال ده ليه، لان حضرتك بتقولي ان هو ممكن يبقى 7 مرات اكتر من السكر، 300 ضعف. عفوا. فبالتالي لا احنا بنتكلم، الناس تقول لك لا يا دكتور انا خايف لان سعراته عاليه. لا طب ما هو بيديني تحليه. لا لا انا دي قوه تحليه، لكن ما فيش سعرات. لكن ما فيش سعرات، هو بيدي الطعم الحلو على اللسان لكن الجسم ما بيمتصش المادة المحلية دي بعد كده. هايل. وبالتالي اقدر استخدم منه كميات كبيرة، طبعا كبيرة في حدود توصيات منظمة الصحة العالمية، يعني عشان اي حاجة ناخد منها كتير قوي لتدبير الصحة طبعا. طبعا بيبقى في شوية اختلافات بقى، انا عشان تحليته عالية جدا فلما بستخدمه في البيت بيبقى مضاف عليه مادة مالقة. المادة المالقة دي لازم اكون حريص ايه هي، طبعا دي ده شغل في المصنع يعني، لكن لما اجي مثلا هشتري منتج من بره يعني يفضل المنتج اللي هو مخلوط مع الاريثريتول، ده بيبقى هو يعني ما يكاد يكون خالي من السعرات الحرارية اللي جاية من المادة المالقة. النبات او خلينا بقى نتكلم في الورق بعد كده، في صور كتيرة للمنتجات بتاعته، في اما عندي زي ما قلنا في الورق الاخضر اللي بيتم طحنه، في عندي في صوره سائل مركز شفاف، في صوره تابلتس زي اللي موجوده في السوق من الاسبرتام او المنتجات الثانيه اللي بتدوس عليها تنزل لك حبايه في الكوبايه اقراص كده. فدي برده موجوده.
او الباودر الابيض. الباودر الابيض فيه منه نوعين، اما ان انا هستخدمه بنقول عليه تيبل توب في البيت، وفي الحاله دي بيكون مضاف عليه الماده المالقه عشان اقدر استخدمه بالمعلقه، او الماده النقيه بقى خالص اللي هي 300 ضعف السكر، دي بيستخدمها المصانع لانه مش محتاج يحط ماده مالقه، هو بيشوف كم بيحط سكر قد ايه ويشوف ما يعادله من الاستيفيا وبتضاف في المصنع. المستخلص الاستيفيا فيه مميزات كتير، اهمها انه يتحمل الحراره العاليه، يعني بيتحمل لحد 200 درجه. اغلب المنتجات اللي هي بتبقى دايت بيتحط عليها الماده المحليه بعد ما تخرج من الفرن. صحيح، ما لسه كنت هسال حضرتك. لا تتكسر لو دخلت الفرن. يعني الاستيفيا بتخش الفرن ما فيهاش مشكله خالص. حلو قوي، لانه معظم فعلا الاشياء اللي بنستخدمها للدايت حتى لما بنيجي نعمل حلويات او حاجه فيها سكريات فعلا بنحط السكر بعد بعد موضوع عمليه الفرن. بتستحمل لحد 200 درجه وبالتالي تخش الفرن مع البيكريز او المخبوزات او الكلام ده مع العجين ما فيش مشكله بس خالص، بس ما بتغمقش بقى، ما بتتسكرش، ما بيحصلش التحول اللي بنشوفه لحد 200 درجه مئويه، ما عنديش اي مشكله خالص. هايل، فبالتالي دي ميزه. الميزه الثانيه ما بتتاثرش بدرجه الحموضه، وبرده عشان كده برده في العصاير المختلفه زي عصير الليمون حموضته عاليه الكلام ده، لا ما بيجيلهاش حاجه. درجه التحليه ما بتتاثرش بالحراره، لان بصير مثلا للسكرين ومنتجات كتيره في السوق محلاه بالسكرين، السكرين بتاثر بدرجه الحراره، يعني كل ما الحراره بقت اقل نحس بالحلاوه اكتر، لكن الاستيفيا لا ما فيهاش الجزئيه دي. لا تؤدي الى الادمان. السكر يؤدي للادمان، السكر العادي بتاعنا في ناس بيجيلها ادمان سكر. فيها مميزات كتير قوي الحقيقه، واهم ميزه ان هي بتنجح قوي في تحت الظروف المصريه، يعني دي انا في رايي دي اهم ميزه عندنا، وزي ما قلت احنا زرعنا من اول اسكندريه لحد قرب توشكا هون يعني. وفي وقت من الاوقات هتوصل توشكا في كل انواع الاراضي، كل انواع الاراضي ما عدا الاراضي اللي صرفها سيء. ده بالنسبه للاراضي. بالنسبه للمياه هو حساس للملوحه الحقيقه، فبالتالي لو مصدر المياه عندي الملوحه فيه تعدت الالف جزء في المليون ما بقدرش ازرع الاستيفيا، لكن عندي مناطق كثيره في مصر الملوحه فيها اقل من الالف جزء في المليون، وبالتالي يعني مزروع في مناطق كثير، يعني سيوه كويسه، الواحات كويسه، الفرافره كويسه، اماكن كثير من الاراضي اللي على الصحراوي المياه فيها تحت الالف جزء في المليون، فعندي عندي اوبشنز كثيره للزراعه. هو محصول مش شره للميه يعني، لا 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 خالص، هو حتى المجموع الجذري بتاعه مش متعمق، وبالتالي بيحتاج ريات خفيفه متتاليه. خفيفه متتاليه دي بتبقى كويسه جدا مع ري بالرش وري بالتنقيط، وبالتالي طرق الري الحديثه مناسبه جدا ليه. بالعكس ده افضل من الزراعه التقليديه بالغمر. طب يعني ليه مش منتشر قوي، او ايه المعوقات اللي مخليه زي ما حضرتك قلت احنا عايزين مثلا مساحه معينه عشان يبقى عندنا مصنع، ليه المساحه دي مش جنب بعض زي ما حضرتك قلت، او ايه المعوقات اللي بتقابل الاستيفيا؟ هي السبب الاساسي ان الناس دايما عندها تخوف من التسويق. وحاليا ده مش موجود، يعني احنا بيجي لي تليفونات كتير جدا ناس عندها طلبيات عاوزه تصدر ورق ومش لاقيين الورق، يعني هو مش لاقيين، يعني يمكن مصر السنه دي جاي لها طلبيات بتاع 300 400 طن ورق ما حدش عارف يكملهم يعني. ف حته تسويق ما حدش خاف منها، بس هو يعني جرى العرف الناس تبقى خايفه من اي حاجه جديده، هتتسوق فين، هتتباع ازاي. دلوقتي حتى في ناس ممكن تعمل تعاقدات مسبقه قبل الزراعه لانه مطلوب جدا 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 يعني حتى لو ما فيش تصنيع الورق مطلوب وبيتصدر. في جزئيه تانية بقى هي حته بقى ايه، يعني انا هزرع وهصنع وهسوق، دي يعني محتاجين ان يبقى فيه يعني حاجه زي جمعيه لمزارعي الاستيفيا او بتاع، بحيث يبقى في ناس بتزرع، ناس بتصنع، ناس بتسوق. اتصور دي هتفرق كتير، يعني لان العدد كبير بس ما يعرفوش بعض. بالظبط، صحيح. احنا عايزين اكتر برضو الدول اللي بتستورد مننا موضوع الورق، هل في احنا بنتعاون مع دول معينه؟ هو اغلب الدول، يعني اكتر دولتين بيطلبوا مننا ورق هم ايطاليا والمانيا. لكن نظرا للاستيفيا مسموح باستخدامها دلوقتي في العالم كله، فدول كتير خاصه ان اعلى مساحه مزروعه موجوده في الصين، والصين ابتدت تشجع زراعه المحاصيل الاستراتيجيه على حساب المحاصيل الاخرى، فقلت المساحه في الصين، فابتدى الاتجاه يبقى ناحيتنا. الصين كانت زراعه مساحه ضخمه جدا يعني الحقيقه،
فانما بالنسبه لنا احنا انا زي ما بقول لحضرتك انا لو وصلت 1000 او 2000 فدان ده كويس قوي وما ياثرش عندي على الخريطه المحصوليه يعني. فدي فرصه كويسه جدا لينا. دلوقتي اوروبا كلها بتستخدم السيفا بكميات كبيره، والشركات بتاعه المشروبات الغازيه الكبيره كلها بقت منزله منتجات بالسيفا، مش لسه ما نزلتش في مصر لكن موجوده في اوروبا وفي امريكا. بس ستيفيا حقيقيه يعني؟ هل لما نيجي نقول ان ده ممكن يحصل في مصر هيبقى المشروب والمشروبات الغازيه بالستيفيا حقيقيه غير المشروبات الدايت اللي احنا بنشوفها دي، ولا ده هيبقى فعلا توجه انه فعلا المشروب الغازي ده خالي من السعرات الحراريه لو فعلا تم استخدام الستيفيا فيه؟ ما هو ده بقى بيرجع بقى للرقابه يعني. اولا طبعا هو عشان ياخد موافقه على المنتج بيروح هيئه سلامه الغذاء وبياخده منه. انا قصدي مقارنه باللي يحصل بره يعني، حضرتك عشان بتقول ان المنتج أصل هي بره ما فيش صعوبات في الموضوع. يعني ما فيش صعوبات. خلي بال حضرتك ان شركات المياه الغازيه هنا في مصر عندها استعداد تشتغل بالستيفيا، بس بيبقى عندي مصنع لما يتوقع بالظبط، لان هو برده ما هو هنا هي الشركه مش مصريه بس لازم يستورد من الخارج. عشان يستورد من الخارج لازم يوفر عمله صعبه، وحضرتك عارف دلوقتي يعني صحيح يعني الاستيراد بقى فيه شويه صعوبات. فبالنسبه له ان انا يبقى عندي المنتج هنا هيشتريه مني بالجنيه تفرق معاه كتير جدا طبعا يعني. صحيح. وانا عشان كده لما حضرتك قلت انا ضد تصدير الماده الخام نفسها، انا معاك جدا يعني احنا ما نرجعش نصدرها وبعدين نستوردها في هيئه منتجات بالزبط. او بعد تصنيعها بتبقى اغلى. بنعمل كده الى حين وجود المصنع. في حاليا اكتر من شركه ان شاء الله يعني، بس المساحه تكمل عندهم يعني، في النيه ان شاء الله ل ان يكون في المصنع الاستخلاص. محتاجين دفع قويه من المستثمرين اكتر عشان ندعم المشروع ده الى حد ما. هو التعريف الاول طبعا بالمحصول، وده دورنا في معهد المحاصيل السكريه احنا يعني، حتى عندنا مشتل وفي ناس بتيجي تاخد شتلات تحطها في البلكونه وتاخد الورق تحلي بيه وحاجات كده. برضو ان الناس تعرف ان النبات سهله زراعته ما هي صعبه يعني. واتكلمت كتير في ان انا يعني انا نفسي يبقى في مشروع مثلا نبات ستيفا في كل بلكونه في مصر. سهل يعني، الشتله ثمنها 8 ل 10 جنيه بالقصيص بتاعها يعني، ما هياش مبلغ. لكن ده هيبقى ليه فايده صحيه على المستوى العام، ان احنا مجرد ان احنا ناخد الورق ونطحنه. وحضرتك قلت لي ممكن نحط ماده مالقه ولا مش لازم؟ لا لا، هنا لو بنتكلم على الورق زي ما هو، لا الورق بيطحن طحن ناعم وبيتحلى بيه بكميات بسيطه جدا على اي منتج يعني. ده توجه حلو قوي، حتى نتمنى. كمان مفيد لمرضى السكر والناس اللي بتعاني من السمنه وجميع الامراض المزمنه، هتلاقي ان عدوها الاول والاخير هو السكر. بالظبط يعني. احنا احيانا الناس بيقولنا يقولنا ده احنا بندور بقالنا مثلا سنتين ثلاثه على السيره مش عارفين هي فين يعني، بيقولنا المعهد. فطبعا دي يعني برضو ده دوركم برضو. احنا ده متولين يا دكتور موضوع الستيفيا ده من سنين السنين. وانا نفسي كمان انا دي يمكن خامس مره اتكلم. ما بالظبط انا بقول لحضرتك ودكاتره اجلاء يعني الحقيقه من على جميع التخصصات الخاصه بمراكز البحوث الزراعيه دايما بينورونا، مش بس في الستيفيا، احنا بنسوق كمان للحاجه اللي مش دارجه عند المزارع او اللي هو بيبقى خايف منها او عند المستهلك حتى. فاحنا لا بنديك النهارده حاجه حلوه امنه جدا جدا، وانا مع حضرتك شتله او زرعه ستيفيا في كل بلكونه. انا مش عندي بس انا هعجبها، وفعلا فكره ان احنا نحل بيها او نستطعمها دي حاجه حلوه وهتبقى صحيه قوي. بس ليه برضو هل هي منتشره في المشاتل او اماكن بيع الزرع والزهور عموما والنباتات الطبيه والعطريه؟ طبعا بعض يعني المزارع اللي بتزرع ستيفيا بيبقى عندها شتلات، لكن احنا كمركز بحوث زراعيه عندنا الشتلات برضو موجوده يعني. انا قصدي فاحنا الاقرب يعني اصلا. بالظبط. انا قصدي بقى للناس الخارج القاهره عشان احنا بنعمم الفكره انه يتم توزيع اكتر شتلات اكتر لكل المحافظات عشان كل مشتل يبقى عنده ستيفيا. والله احنا هنحاول ان احنا يعني تكون شتلات موجوده في المحطات بتاعه البحوث الزراعيه. هو حاليا موجوده في المحطه عندنا في الجيزه وفي المحطه في اسكندريه. حلو. حاليا دي اللي موجوده فيها يعني. فين في اسكندريه؟ محطه البحوث الزراعيه في اسكندريه. اللي هي في الصباحيه. ايوه. في باكوس. واحده في الجيزه.
وعندنا هنا في الجيزة. حلو قوي. واحنا مع الانتشار ودايما مع حضرتك هنعمل دعايه للستيفيا. الحقيقه ان احنا دايما في قناه مصر الزراعيه بنعمل دعايه لكل ما هو مفيد، لكل هو ما امن الاستخدام، امن حتى للزراعه ومربح للمزارع وكمان مفيد للاقتصاد المصري. فما احلى الاستيفيا واحنا بنتكلم عليه النهارده وهو امن وصحي واقتصادي ومربح، وبعدين هو ضد الافات، ودي ده تقريبا طوال تاريخي الزراعي والمهني. يعني اللهم بارك ما شاء الله من 2012 لغايه دلوقتي ما اتكلمتش على نبات بمنتهى الاريحيه كده زي الاستيفيا، كفايه انه ما بيجيبش اي اصابات او ان الافات عموما مريح ما للمزارع كمان. بالظبط، ومريح لينا احنا كمان في البيت انه انا ما عنديش مكافحه وان انا ما عنديش اي حاجه. بالظبط. فتمام قوي، ان شاء الله دايما نلتقي بحضراتكم وتمتعونا بالكلام عن الاستيفيا، وتحديدا طبعا دكتور احمد عطيه رئيس قسم التربيه والوراثه بمعهد بحوث المحاصيل السكريه. شكرا جزيلا يا دكتور، بجد نورتني. شكرا ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. الاستيفيا نبات جميل امن ومربح وكمان صحي 100%، استخدموه اكيد اكيد مش هتندموا. لسه مكملين، انتظرونا عندنا فقره حواريه اخرى ان شاء الله تعجب حضراتكم، ولكن بعد الفاصل استنونا.